حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطغ متهغ منوغ في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج صفاغه وصدغة المنتهى وصدغة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.